1975 كان قرار إنشاء الهيئة العربية للتصنيع بين مصر وقطر والسعودية والإمارات. كان الاعتماد على مصانع قائمة بالفعل في مصر من الخمسينيات والستينيات علشان تكون قاعدة للتصنيع العسكري العربي. لكن زي عادة أي تجمع عربي انتهى التعاون لما قررت الدول العربية مقاطعة مصر بعد توقيعها اتفاقية السلام مع إسرائيل سنة 79. لكن مصر قررت عدم التفريط في الهيئة وأصدرت قانون ضمن ليها العمل كمؤسسة مستقلة سنة 79. النهاردة الهيئة بتضم 9 مصانع بيمثلوا ركائز للصناعات العسكرية والمدنية في بلادي: مصنع للطيارات، مصنع لعربيات مدرعة، مصنع لعربيات القطارات وعربيات المترو، مصنع للصوامع، مصنع للطاقة الشمسية، مصانع متعددة بتقول الهيئة العربية للتصنيع قادرة على قيادة قاطرة التصنيع في مصر ببعض من الدعم وكثير من العمل. وانت معدي في شارع زي ده يمكن ما تاخدش بالك من مصنع كبير زي ده، يمكن ما تاخدش بالك من يافطة زي دي، لكن اللي بيحصل ورا بوابات المصنع ده كلام كبير قوي، كلام مهم قوي، ما ينفعش تسمع عنه بس، لازم تشوفه كمان. ده اللي هنشوفه النهاردة عشان تعرف انك قادر، وان كمان بلادك تمتلك قادر، مصنع قادر للصناعات المتطورة. تحيا مصر. الكلام الحقيقة واحنا قاعدين في قلب العربية المدرعة فهد اللي بتبقى مع أولادنا سواء شرطة أو جيش، مع اختلاف اللون في سيناء وفي المناطق اللي بيواجهوا فيها الإرهاب أو أي اعتداء، الكلام يبدأ منين؟ يبدأ عن المصنع اللي من سنين ولا يبدأ من العربية اللي شفنا مراحل تصنيعها هنا في مصنع قادر؟ هنبدأ عن المصنع. نبدأ عن المصنع إن شاء الله، لأنه المصنع أنا طبعاً أنا فخور جدا وبعتز، واي حد من العاملين في مصنع قادر يعني الفخر بالنسبه له وكل الفخر اللي هو ربنا اراد له ان يكون من العاملين في هذا المصنع. مصنع قادر انشئ الحقيقه سنه 49، ودي معلومه ناس كثيره ما تعرفهاش. صحيح. لان احنا عارفين ان يمكن النهضه الصناعيه بدات في مصر في الخمسينات، لكن هذا المصنع انشئ سنه 49 مع العديد من الصناعات الاخرى اللي ما كناش نعرف عنها. صحيح. سنه 49 بدا التفكير في انشاء صناعه طائرات في مصر. طيارات ده كان اسمه مصنع طائرات هليوبلس. معلش، طيارات حربية ولا طيارات مدنية؟ لا، طيارة تدريب حربية. طيارة تدريب حربية. سنة 1949. هي تدريب على الطيران. كان بيستخدمها طلبة الكلية الجوية اللي هو بيركب بعد كده طيارة حربية. فده سنة 49 أول طيارة انتجت بعد إنشاء المصنع وتجهيزه وإعداده بالاشتراك مع ألمانيا. كان سنة 52 اتسمت الطيارة طيارة تدريب جمهورية. مع ثورة يوليو فتسمت طيارة تدريب جمهورية. حضرتك عارفة ان الهيئة العربية للتصنيع 13 مصنع مزبوط. هو 12 مصنع وشركة مشتركة مع شركة كريزل الأمريكية بتنتج العربيات الجيب، فإحنا العربية الجيب إنتاج الهيئة العربية للتصنيع، وإحنا خدنا طراز من العربية الجيب وعملنا له تدريع أصبحت عربية مدرعة خفيفة. العربية مدرعة فهد اللي هي ده النموذج بتاعها. ده النموذج النهائي ليها. حضرتك دي ورشة الليزر المسؤولة عن أول خطوة في إنتاج العربية المدرعة لفهد، وهي تقطيع الخامات عن طريق شعاع الليزر. ده جهاز الليزر. دي مكنة التقطيع بالليزر. أحدث جهاز لتقطيع الحديد الصلب. أحدث تكنولوجيا لتقطيع الخامات المعدنية. أحدث حاجة في العالم دلوقتي هو التقطيع بشعاع الليزر. طب حضرتك عشان تقطع الأبعاد اللي أنت عاوزها، انت المفترض بتحط هنا ازاي؟ عن طريق الكمبيوتر تحط ابعادك؟ بيجي لي الرسم بالتصميم النهائي، ببدا ارسمه من جديد على عدد الاجزاء في المنتج، يعني أيوه. كل جزء ممكن يتكرر اكتر من مره في المنتج الواحد. ايوه. فبيجي لي العدد ونوع الخامه المتوصفه للمنتج دوت. أيوه. فببدا احط اعمل حاجه اسمها خطه تقطيع، باخد مقاس اللوح اللي هرسم عليه بحدده، وببدا احط الاجزاء بعددها في المنتج. الحديد اللي هو والمنتج بتاعك اللي هو زي ده، اللي هو زي المنتجات الصلب المدرع للعربيه الفهد، الاستانلس لتنكات المصافي. حضرتك الخامه بتترفع بنفس الاسلوب دوت. اه
اللي هو بالوجه العلوي. بالوجه العلوي بتيجي على الترابيزه ديت. الترابيزه دي بتبقى بره المكنه اثناء التقطيع عشان توفر زمن التحميل، يعني ببقى بحمل وانا بشتغل في منتج تاني. بعد ما بيخلص الترابيزه دي بتخش جوه بيبقى عليها دور في التقطيع. بعد كده معلش يا باشمهندس، هو ده كده الحديد الصلب اللي هو الصلب المدرع. صلب مدرع 8 مللي. 8 مللي ده للعربيه فهد المدرعه، بيدخل في تصنيع العربيه المدرعه فهد. وبيدخل في تصنيع حاجات ثانيه؟ ممكن يدخل في تصنيع حاجات ثانيه، ممكن يدخل في تصنيع ابواب لو ابواب مدرعه على حسب التدريع. بعد التقطيع يا باشمهندس بعد كده العربيه بتروح على فين؟ بعد التقطيع بتروح على ورشه المدرعات. كل الورشه متقسمه، خط الانتاج متقسم كذا محطه بيتقال عليها محطات. كل محطه بتعمل جزء صغير في العربيه. أيوة. وبعد كده الاجزاء الصغيره دي بتتجمع على حاجه اسمها جيك. الجيك ده بمعنى اسطمبه التجميع. كل جزء من الاجزاء الصغيره دي بيتحط بيكون العربيه بشكلها النهائي. بعد كده بتتجمع لحام نهائي بيجمع الاجزاء الصغيره دي كلها في بعضيها. طب انا هسالك سؤال بعيدا عن التصنيع ومهنتك خالص، احساسك ايه دلوقتي وانت اول واحد بيحط ايده ويضرب القطاعه في قلب لوح الحديد؟ هو يعني الواحد بيبقى فخور طبعا، بس بعيد عن غير الفخر الواحد بيتحمل مسؤوليه ان في 10 اشخاص روحهم جوه المدرعه دي. بنتمنى ان احنا يكون يعني بنأدي دورنا زي ما ربنا عايز. يعني تسلم يا باشمهندس. بعد العربية ما بتتقطع يعني أبعادها كلها في ورشة التقطيع اللي شفناها من شوية، بتيجي بعد كده وبتتجمع هنا عند حضرتك. بتدخل خط التجميع، بتبقى ليها مراحل للتجميع. بيبقى التجميع اللي هي الجزء السفلي بالنسبة للعربية، ثم بعد كده الجزء العلوي بالنسبة للعربية، وفيها بعد كده اللي هي الإكسسوارات بتاعتها والأجزاء كلها بتتجمع، وبعدين تيجي لي على مرحلة اللحام النهائي اللي احنا شايفينها قدامنا دي. دي مكنة اللحام اللي بتلحم العربية في بعضها، الأجزاء الحديد في بعضه. تمام الصلب. تمام صح كده؟ بالظبط زي ما شايفها حضرتك قدامك دي. دي مكنة لحام اسمها الروبوت سيستم أو اللي هو روبوت باللحام 11 أكس. ودول يعني هقول لحضرتك 11 أكس دي هي المكنة الوحيدة اللي موجودة في مصر 11 أكس. ليه 11 أكس؟ الجسم اللي احنا شايفينه ده هو اللي هو المتحرك باللون البرتقالي ده. أيوة. في 7 اكسات مع بعضهم، 7 اكسات ده هم كانه بيحرك الدراع بتاعه في كل الاتجاهات بتاعته، جميع الزوايا بيتحرك بيها. وعندي كمان الزاويه اللي هو بيتحرك بيها الاولانيه دي الاكس والواي والزد، وبعد كده دخلنا في 10 اكسات. أيوة. وعندي كمان المانيبيوليتر او اللي هي الشوايه ده كمان برضه بتحرك معاهم. أيوة. بقى دول 11. ده روبوت اللي فوق ده اللي هو اللي هيلحم، ده اللي هيقوم مكان الانسان اللي كان بيلحم زمان. هو ده بالظبط. الاول كنا احنا بنلحم بثلاثه اشخاص موجودين لحامين ذو كفاءه عاليه، بس كان الوقت ده بيديني 3 ايام عشان اقدر الحم جسم العربيه بالكامل. فطبعا انا محتاج الوقت، عامل وقت مهم جدا بالنسبه لي، محتاج عشان اعمل ماس برودكشن، يبقى على الاقل ما فيها ان انا الحم جسم كل 8 ساعات. فالروبوت ده هو اللي بيلحم. ده بقى اللي احنا دخلنا عليه الجديد، فلقينا ان هو روبوت سيستم بال 11 اكس لازم يبقوا موجودين كلهم مع بعضهم عشان يلحم داخل العربيه وخارج العربيه بنسبه 100% من الخارج ونسبه 70% من الداخل في 8 ساعات بس. واقدر ان انا احط 999 برنامج واغير المعدلات واغير الموديل اللي انا هحطه، وممكن اشتغل طارد زي ما حضرتك شايفه كده هو برج، ممكن اشتغل جسم فهد، ممكن اشتغل وبدل كمان خزانات استانلس. طب ايه الاختبار اللي انت بتعمله عشان تتاكد من جوده التلحام؟ عندنا في كذا نوع من الاختبارات بتتم. الاختبار الاول اللي هو برؤيه بالعين دون، وده اختبار اساسي. بنراجع العربيه، عندي هنا هو بدل المفتش فيه 3 مفتشين لحام موجودين ذو درجه عاليه وعندهم جوده فائقه جدا بالنسبه للتعامل مع الجسم المدرع بالذات. وبعد كده في عندي حاجه اسمها البنتريشن اللي هي ان انا بحط مادتين بلونين مختلفين. وبعد كده لو في اي نوع من الخطا بالنسبه للحام بيحصل ان هو بيتغير اللون ده هو ويثبت لون معين من الاثنين. حضرتك تعرف ساعتها ان في غلط في اللحام. لو انا بقى الجزئيه دي هي حبيت ان انا ازود برضو عمليه اللي هي الانسبكشن بتاعتي، بيبقى عندي الاكس راي بعد كده. اخد برضو الاشعه واعمل كشف الاشعه. نسبه الخطا في جهاز زي ده، احدث جهاز في حاجه زي كده، نسبته قد ايه؟ المكنه ده هي برضو بيتعمل لها معايره سنويه زيها زي البني ادم اللي هو الموجود، بيتعمل معايره لكل الاكسس اللي هو اللي موجودين. الكاليبريشن برضو بيتعمل لها،
تنظيف، هي بتعمل عمليه تنظيف واعاده تاهيل لنفسها، ولازم برضو عندي المعامل بتراجع عليها، فلذلك نسبه الخطا بتاعتها لا تصفر. بعد لحام الجسم تمام بتروح على فين العربيه بعد كده؟ حضرتك بعد كده بتدخل لعمليه تجميع اللي هي الابواب المدرعه، اذا كان في الاسقف برضو اللي هي المدرعه بتاعتها، وبعد كده تدخل على عمليه ازاله الصدى اللي هي بالحبيبات. وبعد كده بتدخل على عمليه الدهان، برضو ثلاث انواع من الدهان، اللي هو الدهان الوسيط البرايمر ثم الوسيط ثم الدهان النهائي، وبعد كده بتدخل تتسقط على الشاسيه بتاعها وتاخد مراحل التشطيب حتى تسليم العميل. التشطيب اللي هي دهان من بره، تركيب الكراسي، كل الاكسسوارز بقى اللي هي اللي موجوده، الكراسي، مثبتات الكراسي، اللي اذا كان فيها التكييف، اذا كان بيركب بعد كده اجهزه مكيفه حسب الموديل، حسب موديلات. معظم العربيات اللي حاليا دلوقتي بتبقى مكيفه. مكيفه هو الاول بيلمس الجسم، انا ممكن اكون وانا بربط، انا بربط باختبارات بشريه، بربط بشري، هو بيراجع لنفسه ويأكد ان الكلام ده كله تمام. أوكي. يراجع من ثلاث نقط معينه، وبعد أوكي. كده يدخل على الجسم، الانحراف اللي حصل ده هو بيأيده في البارامترز بتاعه المكنه ويقدر يشتغل بعدها. شكرا باشمهندس، تسلم يا رب. تسلم. احنا دلوقتي دي مرحله التجميع الاولانيه واللحام كمان، تمام صح كده؟ اه صح. يعني الحديد اتقطع زي ما شفنا، دخلت مرحله اللحام، تمام، بقت اتحطت على الشاسيه، بتيجي كجسم. بعد ما تيجي كجسم عندي بيجيني الشاسيه، ببتدي اسقط الجسم على الشاسيه. اوكي تمام. وابتدي اعمل اجراءات التشطيب بتاعتي بتاعه العربيه. بس ده تقيل قوي. ما لما صد على ده لما صد ايوه بنشتغل عليه. هو بيدخل بقى، نبتدي بنلحم الفول بتاعه المثبتات بتاعه الاجهزه اللي احنا هندخلها جوه العربيه مع الفول ومع الاماكن. الفول يعني عباره عن جزء فلوفاي وبيتقب من جوه وبياخد الوز، على اساس ان هو بيعتبر زي نوع من انواع المثبتات للاجهزه، يعني عشان يتربط بمسمار او بيتلحم فيه مجمع او سب جروب. اتاكدتي من تثبيت زياده؟ ثبتت تمام على الشاسيه، تثبيت زياده على الشاسيه بتاعها، تمام. ركبتي فيها الحاجات اللي هي الاجهزه اللي جوه اللي بتتركب المفترض عليها، المثبتات بتاعه الاجهزه، مثبتات الكراسي، الموتور بنسقطه وبنظبط له الغطاء المحرك بتاعه وبنظبط له الحاجه بتاعته عشان هو يدخل في مكانه بالظبط. اوكي ما ياثرش على بقيه الابعاد بتاعه الشاسيه بتاعتنا. اوكي. وتحطي مثبتات الكراسي اللي احنا شايفينها على الجنبين دي، تمام. العربيه دي بتاخد 8 افراد. هل بتعملي لها اي اختبارات يا باشمهندسه قبل اول ما تجيلك من اللحام، ولا خلاص انت طمنتي انها كده؟ هي تمام. انا بثبت الجسم على الشاسيه بالمسامير زي ما حضرتك شايفه كده، اللي هي على الصف على الجنبين دي. ايوه بثبتها كويس، وبعد كده ببتدي اعمل اجراءات بتاعتي اللي هي التشطيب بتاعي. بتتم لها اختبارات بس بعد ما بنخلص التشطيب بتاعها كلي، وبعد كده بنخش في مراحل اختبارات هنا في المصنع، وبعد كده بنخش اختبارات خارجيه في الموقع. يعني بعد ما تخلص حضرتك، خلصي ده وتركبت على الشاسيه، ظبطت الدنيا، بتوديها عشان مرحله الدهان. بتاخد دهان ابيض وسيط، وبعد كده بتروح للفابريك اللي هو عباره عن مشمع وجلد سكاي، وبيعمل عوازل للموتور. يعني جلد سكاي؟ جلد سكاي نوع من انواع الجلد، علشان بيبقى نوع من انواع العازل، العزل عن الحديد. يعني يعني نوع تاني من عزل العربيه من جوه. بعد كده بناخدها، بعد ما بتخلص الفابريك بنعمل لها التشطيبات النهائيه بتاعتنا، ان احنا بنبتدي نركب لها بقى ازاز مدرع، واقي مدرع امامي، نركب الكراسي، بنركب الموتور، نقفله، بنقفل الاجهزه، جهاز الرؤيه الليليه، القواذف الدخان لو بتركب. احساسك ايه لما بتسمعي ان احنا بنعمل عمليات، سواء بقى ربنا كرمنا فيها وعيالنا رجعوا زي بالسلامه، او ربنا كرمنا فيها وعيالنا طلعوا للسماء كده؟ الله يرحمهم جميعا. طبعا هو انا ببقى فرحانه لان انا ببقى مدياهم سلاح بيحاولوا ان هم ياخدوا حق بلدنا بيه، يقدروا يحاربوا اللي قصادهم، العدو اللي قصادهم، بقدر ما نقدر يعني. الحمد لله رب العالمين. ربنا ربنا يخليك يا رب. شكرا ليكم. خلاص بعد كده فين؟ بعد ما بتخلص المرحله دي وبتخلص دهان نهائي وبتخلص زي ما قلت حضرتك وسيط ونهائي، بتبتدي اسلمها بقى للجماعه بتوع التفتيش، بيقوموا باجراءات التفتيش الخاصه بيها، كل حاجه انا ركبتها بيفتشوا عليها ويشيكوا عليها وبيعملوا ملاحظات بتاعتها في تقرير، وبيدوهاني لو في حاجه انا بعملها بعيدها تاني او بظبط الحاجه اللي فيها مشكله. لو اوكي بيبتدي ياخدها للتفتيش، يسلمها للعميل، يقوم بقى يكمل اجراءات الاختبارات بتاعتها الخارجيه. تسلمي، ميرسي يا باشمهندسه. باشمهندسه انت طورتي في العربيه فهد. ايه بقى؟ تعالي يعني ورينا كده. ورينا. اشرحي لنا يعني
وطبعا احنا طورنا الشكل الجديد بتاع العربيه، احنا غيرنا الشاسيه وطورنا الشكل عشان نريح المستخدمين بتوعنا اللي هم الضباط والعساكر يعني. أيوة. فعدلنا الارتفاع بتاع العربيه بقى اعلى، وعدلنا ارتفاع العربيه بقى اعلى، وعدلنا العرض، وعدلنا نظام الاعاد، يعني دي بيسموها كراسي تكتيكيه عشان لو في فايبريشن او في يعني احنا اهتزاز، لو في اهتزازات. ايوه. او بعد كده ان شاء الله يعني لما يعني في تطوير جاي هنطور الارضيات تبقى مضاده للالغام، فدي احسن يعني. الراجل رجله مش على الالغام ده، لسه هيتعمل. فالراجل رجله كده مش على الارض، فرجله يبقى الاذيه للرجل اقل، فدي بيسموها كراسي تكتيكيه. والبرج ده في الطرازات العاديه بتاعت نقل البند ما كانلوش مكان، نتيجه بقى العرض والطول ان هم اختلفوا، فبقى ده طراز اساسي بقى في مكان للبند. العربيه دي بتاخد كام راكب بعد اذنك؟ بين السواق والمساعد وثمان ركاب. ثمان غير البرج. ركاب غير البرج. غير البرج. البرج الباص بتاع البرج ممكن تاخد واحد رامي. وطبعا العربيه دي على شاسيه فتره مش شاسيه مرسيدس، يعني الهورس باور بتاعته اعلى وفي امكانيات احسن شويه، يعني نظام التعليق بتاعه احسن. حضرتك سمعت كمان انك انت بتطلعي تجربي العربيه في موقع تدريبها؟ طلعنا في التجربه. يعني انت بتروحي للتدريب، كنت فين اخر مره؟ يعني في حته على الطريق الصحراوي في اسكندريه. بتبقى صعبه عليكي يا باشمهندسه؟ يعني طبعا صعبه شويه. يعني بتبقي طالعه تعرفي ايه؟ عايزه تعرفي ايه اللي مش ايه يعني المشكله في العربيه؟ بيبقى هو العربيه لازم بتعمل لها اختبارات اون رود واوف رود عشان يتاكدوا من ان هي يعني، واحنا بنصمم العربيه بيبقى في زاويه للطلوع وزاويه للهبوط وزاويه للميول، يعني في حاجات بتبقى مطلوبه فلازم يعملوا اختبارات. واخر اختبار ده كنا بنقيس درجه حراره المحرك عند اقصى عزم عشان يتاكدوا ان هي العربيه ممكن تشتغل، يعني مثلا درجه حراره مثلا يعني 42 درجه فتعتبر دي درجه حراره عاليه، فبيشوفوها في جميع الطرق وكده ويتاكدوا ان هي مع التحميل الكتير العربيه مش هيحصل فيها مشكله مع درجه حراره الرادياتير زي العربيات بتاعتنا. الرادياتير ما بيسخنش، بس طبعا لازم تكون على اعلى جوده واعلى كمان كفاءه، لان هي بتشتغل في ظروف صعبه. يعني صعبة. بكل ما تعنيه الكلمه كتر خيرك. اكيد في ناس كتير تحب تقول لك شكرا بس مش بيعرفوا يوصلوا لك. احنا فريق عمل جامد. مفهوم طبعا. مفهوم ان كل واحد مساهم بجزء، فشكرا ليكم كلكم. واحنا بننتج قد ايه من العربيه تصنيع؟ يعني نسبه تصنيعنا فيها نسبة قد ايه؟ تصنيع حوالي 70%. يعني 70%. هو الشاسيه بيمثل 30%. ايوه الشاسيه بيمثل، هو ده الشاسيه اللي احنا ما بننتجوش. هل في مشكله ان احنا اصنع الشاسيه؟ هو الشاسيه للمعدات الحربيه هو محتاج الاول ان انا يكون عندي قدره تصديريه، يبقى عندي حجم طلب عالي، عشان لانه مصنع انتاج الشاسيه هيبقى مكلف جدا وليه استثمارات عاليه جدا، فانا لازم يبقى عندي طلب عالي يغطي الاستثمارات دي. انتاج مصنع قادر لا يقتصر على العربيه فهد فقط او العربيه المدرعه فقط. في انواع ثانيه من العربيات المفترض انها احنا المصنع متخصص في تجهيز السيارات بصفه عامه، يعني اي تجهيزات تركب على عربيات احنا متخصصين فيها. احنا عملنا عربيات الاطفاء برضو بعد العربيات المدرعه، اشتغلنا في عربيات الاطفاء، وعربيات الإطفاء يمكن 50% من عربيات الإطفاء اللي موجودة في مصر تصنيع مصنع قادر، تصنيع مشترك مع كبرى الشركات. احنا دايما بنتعاون مع شركات كبيرة بره مصر، لان احنا بنطمع في توطين التكنولوجيا. يعني احنا دايما بنميل لان احنا ناخد تكنولوجيا متقدمة وراقية وبنوطن وبنعمق التصنيع، فبنكتسب خبرات اكتر وبنطلع منتج ذو مستوى عالي من الجودة. عربيات الإطفاء اشتغلنا مع شركتين من أكبر الشركات، شركة نمساوية وشركة إيطالية، وموفرين للحماية المدنية ولشركات البترول والقوات المسلحة كل احتياجاتهم من عربيات الإطفاء. يعني إنتاج عربيات الإطفاء إحنا اللي بنعملها هنا في قلب بيبقى إنتاج مشترك قادر. برضو إحنا زي ما قلت حضرتك إنه إنتاج الشاسيات ده بيبقى عاوز عندي سوق كبير يستوعب الانتاج، فاحنا بنميل ان احنا ناخد الشاسيه الجاهز من اي شركات شاسيه. واعتقد ان ده بيحصل مع شركات كتيره حتى في عالميه على مستوى العالم. مفيش حد بينتج المنتج من A to Z، يعني هو بيبقى في تكامل بين الصناعات، وفي بدل في منافس ليا وبينتج حاجه معينه انا بكمل الصناعه اللي انا بطلبها او اللي انا عاوزها، بعمق تصنيعي في الجزئيه بتاعتي اللي انا متخصص فيها. عظيم. احنا شفنا كمان العربيات الجيب المصفحه. احنا ممكن ننزل نشوفها يا باشمهندس. تصنيع المدرعه فهد من اول تقطيع الفولاذ لحد
تلحيمها لحد تجميعها لحد ما نشوفها بشكلها النهائي اللي شفناه بيه، مش بس اللي بيقوم بيه مصنع قادر في الصناعات المتطورة، لكن كمان في حاجات تانية بيقوم بيها، منها تصنيع عربيات مصفحة تانية وعربية المطافي اللي ورانا وعربية تحيا مصر. ده اللي هنفهمه من حوار مع رئيس مجلس إدارة مصنع قادر للصناعات المتطورة. ده اللي لازم نعرفه كلنا، إننا نقدر، إننا نعرف، إننا ممكن نعمل حاجة صح. هي ايه اللي يفرق دي عن اي عربيه جيب يا باشمهندس؟ طبعا ان دي احنا خدنا العربيه الجيب والحقيقه عملناها مدرعه، فده جسم مدرع متثبت على الشاسيه، يعني ده مدرع، ده صلب مدرع، صلب فولاذ. احنا مصنع قادر متخصصين في صناعه العربيات المدرعه. يعني ده يفرق عن الجيب العاديه؟ يفرق عن الجيب العاديه طبعا، ان دي عربيه مدرعه واخده مستوى حمايه للافراد اللي في الداخل. أيوة. لان احنا لقينا احتياجات الداخليه واحتياجات قوات مسلحه عندنا محتاجين لعربيات مدرعه خفيفه. أيوة. المدرعه العربيه الفهد طبعا دي مدرعات العربيه المدرعه الثقيله. أيوة. دي مدرعه خفيفه، دي الحقيقه بتاخد 5 افراد، سائق وقائد وثلاث جنود. ممكن لو عملناها بتبقى 3 ابواب، دي كده 5 ابواب. فالحيز الداخلي بيتسع لثلاث جنود من خلف ورا السائق والقائد. أيوة. لو عملناها 3 ابواب هتاخد 7 جنود غير السائق. يعني بنعمل 3 جنود مقابل 3 جنود غير القائد والكراسي، يعني في وش بعض، في وش بعض او في كراسي في ظهر بعض. دي نفس مواصفات الجيب رانجلر اللي بيجروا بيها الشباب بالظبط. صح كده، نفس المواصفات، ان هي كلها عائله واحده يعني. ولكن فقط تفرق في التصفيح. ده جسم مدرع بيعمل حمايه للداخل، فبتستخدم بقى في استخدامات. طب قصه ان امريكا بتاخدها مننا، ده العقد بيننا هو عقد بيننا وبين شركه كريزلر، انها بتدينا عقود حق الانتاج لمنطقه الشرق الاوسط والمنطقه المحيطه. يعني هي بنصدر طبقا لتعاقدات مع شركه كريزلر، وموجود عليها صنع في مصر. طبعا صنع في مصر، صنع في مصر. العربيه الثانيه اللي هنشوفها، العربيه الثانيه هي نفس العربيه الجي 8، بس احنا حافظنا على نفس الشكل كما لو كانت هي عربيه مدنيه. أيوة. انما عملنا لها تصفيح باضافه صلب مدرع من الداخل، بنفك التجهيز الداخلي كله وبنعمل اضافه صلب مدرع او نوع من انواع الكومبوزيت ماتيريال، الخامات اللي هي. بس دي اخف من العربيه الجي 8. دي اخف من الجي 8 لان دي جسم مدرع كامل، انما هنا بيبقى تصفيح اضافه في مناطق الحمايه المطلوبه. أوكي. وبتبقى مصفحه برضو لاستخدامات الشرطه. لاستخدامات الشرطه. العربيه اللي هنا برضو بيتم تصنيعها، انا زي ما قلت لحضرتك احنا بنعمل تجهيزات لكافه انواع العربيات. أيوة. فدي عربيات المطافي، احنا في التسعينات دخلنا في انتاج عربيات المطافي مع شركات، اتنين من الشركات العالميه، الشركات الكبرى العالميه. بننتج العربيه هنا، بننتج الخزان، ده خزان الميه، دي كباين بتستخدم فيها معدات الاطفاء. أيوة. وبيبقى احيانا بيبقى في كابينه افراد، بننتج الكباين وبننتج خزان الاطفاء عندنا، وبنجمع العربيه بالكامل والسلالم بتاعتها بكله، والسلالم بكل المكونات الملحقه. بنصدر يا باشمهندس حاجه زي كده بينطلب مننا؟ احنا صدرنا لليبيا. ليبيا صدرنا لها عقد 25 عربيه. صدرنا قبل كده السودان، كان في اتفاق تصدير. في ما صدرناش تاني عربيات مطافي الحقيقه، لكن احنا ممكن نصدر، ممكن يعني ممكن نغطي افريقيا، احتياجات السوق الافريقي في عربيات المطافي. اكيد طبعا طبعا اكيد، ويا رب الايام الجايه يبقى شاهد ان شاء الله. احنا فاتحين خطوط اتصال، وان شاء الله ينتج عنها تعاون باذن الله. الحقيقه العربيه الاخيره هي العربيه اللي شباب كتير بيبقى مستنيها وبيسال دايما على وسيله الحصول عليها بيكون ازاي. الحقيقه احنا صندوق تحيا مصر تعاقد معانا على انتاج 500 عربيه للشباب، مشروع تشغيل الشباب. هم عاملين طرحين قبل كده انه يبقى فيه شركات مساهمه للشباب. أيوه. بكل ثلاثة من الشباب بيشكلوا شركه يشتركوا في عربيه. وهو انا اتناقشت مع الناس المسؤولين في مشروع في صندوق تحيا مصر الحقيقه ليه اختاروا 3، فكانوا حريصين على الشاب نفسه، لانه لو في شاب عنده الامكانيه انه ياخد عربيه واحده ممكن لاي ظروف، قعد اسبوع تعبانه او قعد لاي ظروف ما خرجش، فهيبقى عليه ديون تتراكم نتيجه الاصابه. انما الثلاثه بيبقى ضامنين عمليه التشغيل تستمر. هي العربيه سعرها كيف؟ هي دي عربيه اللي هي الثلاجات المتنقله. الثلاجات صح كده. لحوم وخضار. لحوم وخضار اللي هي اي حاجه مجمده، يعني فيها وحدة تبريد. وهو الحقيقة تحيا مصر جابوا العربيات، هم وفروا العربية. أيوة. لما احنا عملنا التجهيزة دي ب 47,000 جنيه، اللي هي التلاجة، اللي هي التلاجة بالتقفيلة بتاعتها بالكامل. فالعربية تقريبا التوتال بتاعها بيوصل كام؟
حسب بقى الشاسيه اللي هو هيجيبه. يعني قول ايه للناس اللي بتتفرج علينا دلوقتي؟ انا بقول لهم ان المصريين بيتميزوا بالاراده القويه، ودي تخلينا ما نضعفش وما نيأس من اي حاجه. ان شاء الله بالاراده هنقدر نعمل كل حاجه، مصر هتستعيد مكانتها تاني ان شاء الله زي ما دلوقتي استعادت مكانتها السياسيه على المستوى الدولي. انا بشكر حضرتك على كل اللي عملته واللي بتعملوه هنا، تحياتي ليك ولكل العاملين في المصنع. بنشكر حضرتك ودايما قادر ليكم. قادر ان شاء الله رب العالمين ان شاء الله. ميرسي يا باشمهندس، اشكرك اشكرك. اولا اهلا بيك ان احنا بنقابلك، او حضرتك سمحت لنا ان احنا نيجي المصنع. اهلا بيكم في شماف، ربنا يخلي حضرتك. الناس ما تعرفش ان العربيات الجديده اللي السكه الحديد المصريه بتستخدمها دلوقتي هي تصنيع الحقيقه، تصنيع شركه سماف التابعه للهيئه العربيه للتصنيع. حضرتك ممكن تكلمنا على العربيه اللي احنا فيها دلوقتي؟ احنا حاليا دلوقتي في عربيه درجه الاولى. العربيه دي من ضمن 69 عربيه جوه الستون نفسه، هم كلهم اجمالي العقد 212 عربيه. ايوه ال 69 عربيه دول احنا دلوقتي حاليا دلوقتي في الثلث الاخير للعقد تقريبا. احنا سلمنا 150 عربيه انواع مختلفه، درجات اولى ودرجات ثانيه ودرجات وعربات بوفيه وعربات في اي بي، هم خمس عربيات بس. احنا سلمنا 150 عربيه وبنكمل العقد دلوقتي، فاضل 62 عربيه. دي عربيه، كل العربيات دي كلها مكيفه بالكامل. العربيات دي جسمها من بره جسم من الستانلس اللي هو صلب اللاذع الاصدأ، ودي يمكن اول عربيات استانلس تنزل في السكه الحديد بعد 40 سنه من العربيات اللي موجوده حاليا. يا خبر دلوقتي بعد 40 بعد سنه، بعد 40 سنه يعني 40 سنه عربيات السكك الحديد ما اتطورتش، اللي هي الستانلس، وطبعا العربيات العاديه الثانيه برضه حتى من الحديد العادي. طبعا فدي تعتبر، وبالنسبه لسماف هي فعلا اول عربيات جسمها من الستانلس ينتج. لكن احنا عربيات اللي هي العاديه او الحديد العادي دي انتجنا فيها للسكه الحديد حوالي 2600 عربيه. كل الانتاج يا فندم سواء داخلي للعربيه، الارضيه، الكراسي، الازاز، كل ده انتاج مصر؟ كل انتاج مصر بالكامل. بيشارك في المنتج اللي احنا شايفينه دون، بيشارك فيه مصانع الهيئه حوالي 6 مصانع، 6 وحدات بتعمل بمساعده مصنع سماف في التجهيزات الداخليه، في الفرامل، في الكهرباء، زائد المصنعين المحليين. برضو السوق المحلي له دور، شركات قطاع الاعمال ليها دور. ايوه يعني ده قطاع خاص، ده اللي شركات في قطاع خاص بيشتغل عادي، السوق المحلي بيشتغل. احنا بيشتغل معنا حوالي 80 مصنع مورد محلي، سوق مصري، وكلهم بيتعاملوا بالجنيه المصري على فكره. عظيم. لكن عظيم. المكون الاجنبي فقط هو بس اللي بيجي بمره، ومكون الاجنبي اللي في الاسطول بتاعنا او في عربيات السكه الحديد بشكل عام هو مكون نمطي. يعني لما اتكلم على طقم العجل اللي بيمشي على العربيات، دي شركات عالميه على مستوى العالم بتعمل عجل بس، لكن مش شرط ان يتصنع في مصر او يتصنع في اي دوله. فالمنتج النمطي العالمي ده كلنا كمصنعين سكه حديد على مستوى العالم كنا بنشارك فيه. ما بقولش تصنيع محلي وتصنيع اجنبي، لكن كل ما هو امكن تصنيعه محلي في العربيه بيتصنع محلي. احنا نسبه تصنيع محلي في العربيه دي كل ما صنع محلي بتصل حوالي 70%. باقي المكون الاجنبي ده المكون النمطي او الاجباري اللي هو كل العالم بيتعامل كل عام بيتعامل معاه، منطقه مع حاجات معروفه، شركات عالميه بنتكلم فيها، لكن كل ما هو مصري بيتعمل. طب نسبه انتاج العربيه دي يا فندم في مصر قد ايه؟ نسبه الانتاج المحلي ليها قد ايه؟ هو احنا قلنا ان التصنيع المحلي بيصل في العربيه دي بنسبه حوالي 70%. 70% في العربيات اللي هي الحديد العادي بيصل ل 95%. لان ما فيش حاجه بسيطه، ما فيش حاجه كتير بتيجي من بره. هي دي العربيه اللي هي المكيفه اللي هي القطر في اي بي اللي الناس بتشوفه. هو اطلق عليها في السكه الحديد اسوان، اطلق عليها في السكه الحديد في اي بي لان هي عربيه فاخره فعلا. لكن في نفس الوقت في منها عربيات، خمس عربيات هم فعلا في اي بي، الكراسي والشغل بتاعهم كلهم بتاع درجات رجال اعمال. ايوه ليها تكلفه طبعا. لكن الاسطول كله بالكامل ال 207 عربيه كلهم عربيات للمستخدم العادي. صحيح. سواء اولى او ثانيه، وفي عربيات بقى بوفيه اللي فيها زي النادي، زي الكافيه، زي الحاجات. أيوه. دي كلها عربيات خدمه. ايوه وكلها مدعمه بخدمات.
أوكي. لكن كلها مكيفة. بس العربيات احنا كنا شفنا واحنا في مصنع قادر شفنا تصنيع عربيات تانية لسكك الحديد وقالوا ان تكملتها هنا لعربيات اللي هي الدرجة الثالثة. العربيات اللي هي مميزة او الدرجة الثالثة بيبقى فيها من نوعين. النوع اللي هو الطوالي اللي بيسافر بين المحافظات. ونوع تاني بيسموه الضواحي اللي هو جوه نفس المحافظة بيبقى فيه عربيات بين المراكز. بالظبط. زي ما اقول مترو عندي هنا جوه او الباص او حاجة زي كده. مصنع عادل طبعا بيساهم معانا في التجهيزات الداخليه بالكامل اللي احنا شايفينها دي توريدات مصنع عادل. وفي مصانع ثانيه زي مصنع المحركات ده شغال في دايره الفرامل بالتاكيد مع شركات عالميه. وفي مصانع اخرى كتيره جدا في الازاز وفي الكاوتش وفي الكهرباء وفي الستاير. دولاب عمل كامل مصنعين كاملين مصريين بيشاركوا في العمل ده ودوره انتاج كامله في عجله بتدور. طب انا هسال حضرتك يا فندم اللي شاغل المصريين دلوقتي مش بس التصنيع المحلي لا الانتاج اللي يدخل عمله صعب. تمام. ده السؤال اللي هو كل مصري قاعد دلوقتي ممكن يكون بيتفرج علينا بيفضل يساله امتى بلادنا مصانعها تقدر تدخل العمله الصعبه لمصر. ده من خلال التصدير. يعني انا الدول كلها اللي هي متقدمه دي كلها الناتج التصدير بتاعها قوي وذلك عملتها قويه. انا طول ما انتج واصدر انا بزود عمله في البلد. صحيح. طب انا التصدير شغال فيه ازاي؟ انا كمصنع سيماف احد الوحدات انا صدرت في الماضي صدرت لدوله زي السودان وصدرت لدوله زي سريلانكا وصدرت في 2015 ده اللي يدوبك من السنه اللي فاتت بس للمجر صدرت لها عربيه كامله اللي هي البوج اللي تحت العربيه هو المصمم ليها من 30 سنه وصدرت لنا ده مقدمه الشغل في 2015 وخدت فعلا خدت الثمن بتاع المنتج اللي انا صدرته ده وكان فيه تفتيش خدته باليورو فدي البدايه. لكن احنا شغالين في مناقصات احنا في مناقصه في افريقيا شغالين فيها مع شركات عالميه بعربيات بضاعه تقريبا حوالي 1000 عربيه بتصل لحوالي 550 مليون دولار يا مسهل فدي ودي عربيات يعني مصنع صف محترف فيها عربيات البضاعه دي اللي بدا بيها اول ما انشئ سنه 58 بدا بعربيات البضاعه واحنا جايين حضرتك كنت بتقولي معلومه ان المصنع كان يعني كاد ان يضيع في عالم الخصخصه في 2003 أيوة أيوة لولا برضو القوات المسلحه والهيئه هي اللي قالت لا يبقى عليه هو هي دي تحسب لقياده الهيئه نزاك اللي هو الفريق مجدي حتاته كان فعلا مصنع في فتره 2000 لغايه 2003 كان فيها حمله خصخصه وجنبنا مصانع للاسف نالت هيئه الخصخصه وفعلا المصنع ده لو ما كانش ابقي عليه وسنده ما كانش هنوصل ان احنا واقفين في العربيه دي ومنتجه بالمنظر اللي احنا شايفينه ده المصنع في 2004 الهيئه اشترته وضمته لوحدتها احد وحدات الهيئه وضخت حوالي 500 مليون جنيه من تاريخه في صوره ماكينات ومعدات وتاهيل البشر وبنيه اساسيه وتطوير لغايه ما وقفنا احنا الحمد لله رب العالمين كمصنع سيماف احنا مسجلين على قوائم الوحدات المتعركه في الانترنت مصنعي الوحدات حضرتك هتقري هتطلعها هتلاقي ايجيبت هتلاقي تحتها كلمه سيماف أوكي. مصنعين عالميين موجودين ومتسجلين وكل الدول مصنعه لوحدات متحركه والشركات بتتعامل معانا شركات في المانيا في اليابان في كوريا في ايطاليا في اسبانيا كل دول بنتعامل معاهم المصري اللي عنده النهارده لسه لحظه شك ان هو قادر على الانتاج والتفعيل وبلاده لسه واقفه على رجليها وبتحاول تطلع لقدام حضرتك تقول له ايه لا هو انا عايز الناس بس تتاكد ان احنا واقفين في منتج مصري واحنا منتج المصري موجود حاليا دلوقتي اما يركب المترو بتاع مصر الجديده من العباسيه المترو ده مصنع في مصر في سيماف الخط الثالث مرحله ثانيه مكيف وده افتتح يمكن في 2015 برضو ده انجاز بينسب للقياده السياسيه اللي موجوده وفي بعد كده مترو الخط الاول اللي بنتكلم عليه دلوقتي بقى اللي احنا هنشوفه ان شاء الله بعد شويه المكيف اللي هو حلوان المرج ده 20 قطار مكيف احنا الشركه الاجنبيه اشتغلت في 11 قطار واحنا كسيماف اشتغلنا في 9 قطار في نفس الوقت وعلى التوازي والراكب لما يركب القطار مش هيعرف اذا كان مصنع جوه سيماف ولا جوه كوريا ده العربيات المكيفه يمكن ركاب حاليا دلوقتي لما يكون في المحطه بيستنوا القطر العادي يستنوا المكيف يركبوه عشان نفس التذكره ويسيب القطر العادي طب السؤال هنا احنا ليه ادينا لكوريا تصنع واحنا صنعنا جزء يعني ليه قسمناها هو العقود اللي هي بتتعمل ودي بقى حضرتك ده سؤال جاي جدا نسبة التصنيع المحلي أما بيخش في المصنوع المانح الأجنبي لو في شروط للتمويل أو في شروط القرض بيفترض هو نسبة معينة لكن لو أنا صاحب الموضوع من الأول أنا بفرض نسبتي إن أنا ما صنعش زي ما الرئيس أقل من 40% والنسبة متواضعة لكن ممكن نزودها ل 60-70% ومش هشتغل لوحدي بس لأنها منحة لأنها منحة فلازم في جزء تمويل وفي قرض وفي منحة فهو المصمم هو مصمم القطار وكان هيدينا أكتر من كده
احنا يعني احنا ممكن ناخد اكتر من كده ان شاء الله. في برضه المرحله الثالثه والرابعه دول 64 قطار اللي سياده وزير النقل افتتح امبارح المرحله الرابعه اللي كانت بعد محطه هارون دي ليها قطارات 64 قطار ان شاء الله هنشارك فيهم على الاقل ب 53 قطار ان شاء الله يا فندم. يعني كل امنياتنا للهيئه. احنا دلوقتي هنتحرك على محطه المترو تمام. علشان نشوفها مع حضرتك تمام. بس كل امنياتنا للهيئه يعني نيابه عن اللي بيتفرجوا علينا النهارده انها الحقيقه لا تقتصر على انها تغطي الانتاج المصري فقط ولكن تمتد للتصدير. احنا قادرين الحمد لله قادرين الدول العربيه والدول الافريقيه. وزي ما قلت لحضرتك احنا لنا تجربه مع المجر نفسها مصممين الموضوع. احنا صدرناها السنه اللي فاتت نموذج عربيه كامله اللي هي البواجي, ودي البواجي دي اللي هي الامن والسلامه بتاع العربيات. فكون المصنع هنا يصدر لها منتج فيه سلامه وامن اهم جزء في العربيه اللي هو الجزء الشيل العربيه كلها, يبقى دي شهاده لينا وثقه فينا. دلوقتي احنا واقفين في عربيه الحقيقه هي عربيه الطاقه, توليد طاقه, توليد القوه اللي هي بتبقى موجوده في كل قطارات السكه الحديد المكيفه. المكيفه طيب. ضروريه دي جدا للعربيه, لان طبعا الجرار بتاع السكه الحديد اللي بيجر العربيات هو بيطلع اناره بس, يعني أيوه. ممكن يشغل لمبات لاي قطر درجه ثانيه عادي او ثلج أيوه. لكن طالما العربيات بقت مكيفه لازم تبقى في عربيه توليد القوه عشان تقدر تشغل التكييفات اللي في العربيه. اوكي, العربيه دي انتاج مصري كلها؟ يعني اللي احنا شايفينه قدامنا ده برضو انتاج مصري 100%, ما عدا احنا بنستورد مكنه ديزل لتوليد القوه دي. دي ما بتصنعش هنا المكنه اللي قدامنا دي. المكنه دي ايوه, لكن باقي كل المكونات تصنيع محلي 100%. والعمال بتوعنا بيبقوا عارفين تشغيلها, عارفين ادائها, صيانتها. احنا بنقوم بالضمان والصيانه في السكه الحديد, لان طبعا اي عربيه احنا بنسلمها للسكه الحديد فاحنا عندنا سنتين بنعمل عمليه الضمان ليها والصيانه. تكلفه عربيه زي دي يا باشمهندس بتكلفنا قد ايه في تصنيعها تقريبا لحد ما تستلمها السكه الحديد؟ تقريبا 8 مليون 8 مليون جنيه عربيه توليد الطاقه. ايوه 8 مليون عشان كل قطر يبقى فيه المكيفات بتاعته عشان يشغل التكييفات, وده يمكن يبرر الزياده اللي بتحصل في تذاكر السكه الحديد فيما يتعلق بالقطارات المكيفه عشان الناس برضه تعرف. الحقيقه ان عربيات سكه حديد مكوناتها وتصنيعها غالي, فلذلك بتطلع العربيه غاليه, وتشغيلها وصيانتها وكل الكلام ده كله تكلفه عاليه, فامر طبيعي ان التذاكر لازم تكون زياده. هل احنا عندنا كيفيه تصنيع عربيات المولده للطاقه في عربيات السكه الحديد كاملة بما فيها المولدات بتاعتها؟ والله هو في بعض شركات في مصر ممكن تقوم بدي, يعني لو اتعاملت مع اي شركة زي اللي بتورد لنا المكنة دي هي قادرة على تصنيع او محرك زي ده. مش صعب, مش صعب, مش صعب ابدا. هو تكلفة يعني المولد قد ايه تقريبا باستيراده؟ هو مش كتير بس بيبقى تقريبا في حوالي الموتور اللي حوالي مليون الحقيقه. واحنا في مصنع قادر كان في كلام ان احنا منع عننا بعد 2013 تصدير بعض المنتجات الخاصه بانتاج العربيه فهد من المانيا, استيراد ان هم يصدروا لنا يعني ان المانيا تصدر لنا لما قررت منع التصدير بعد 30/6/2013. فكان قرار المصنع في قادر ان هو يعتمد على نفسه في تعويض المنتج المستورد ده. اذا احنا وقت الحاجه ممكن نصنع, قادرين الحمد لله. يعني حضرتك العربيه اللي حضرتك فيها دي متصممه داخل سماف من الثمانينات, وبننتجها وبنسلمها للسكه الحديد وشغاله في الخطوط لغايه دلوقتي لحد دلوقتي. كل ما بيحتاجوا كم بنصنعه, واحنا ممكن نروح دلوقتي نشوف الورش اللي في موجوده هنا في سماف اللي بتصنع العربيات البداية كلها بقى من بدايتها. نشوف العربيه من بدايتها. خلاص يا فندم, اتفضل حضرتك. ميرسي يا فندم. انت بقالك 32 سنه هنا بالظبط, من سنه 80 حضرتك. من سنه 80. احكي لي انت درست ايه وجيت هنا ازاي؟ انا دبلوم صنايع, واول ما جيت اتعينت هنا في الشركه بمسابقه واشتغلت في ورشه تشطيب. ورشه تشطيب قطارات عربيات, قطارات عربيات. من يوم ما اتخرجت من الدبلوم وحضرتك هنا ما اشتغلتش في مكان تاني؟ لا لا, ما فكرتش تشتغل في مكان لا تاني لا. ليه يا عم هشام؟ مع ان الشركه كانت هتتخصخص. هي كانت حياتنا الشركه, حياتنا ومستقبلنا لازم نعيش فيها, والحمد لله ربنا يعني نجح الناس ان بدل ما تتباع وتتخصخص
ان هي اتبعت للهيئه العربيه للتصنيع وعملت فيها الطفره اللي حصلت. احكي لي كده انتوا بتعملوا ايه بالظبط؟ احنا بنعزل العربيه بعد ما بتدهن الدهان ده. أيوة. بتجي لنا العربيه وبنبدا نعزل الفوم على اساس نمنع الصوت والحراره عن العربيه، عشان العربيه دي طبعا مكيفه فلازم تتعزل كويس بالفوم ده. معاك كم عامل تقريبا هنا عندنا؟ احنا خمس عمال. خمس عمال. دول مخصصين في العزل. انا هسالك سؤال، ايه اللي انت بتحلم بيه كبني ادم تحب تقوله النهارده؟ انت نفسك في ايه؟ يعني بقالك 32 سنه بتشتغل، مفكرتش تسيب الشركه خالص؟ لا، انا نفسي مصر كلها تبقى كده. تبقى كده يعني ايه؟ تبقى زي المصنع ده، كان المصنع منهار ولما الهيئه خدته الحمد لله احنا ربنا سترها معانا، وانت شايف حضرتك الطفره اللي حصلت. ايوه. المصنع طبعا ما كانش بالمنظر ده. بتشتغل كم ساعه مش؟ انا بشتغل من الساعه 7:30 لغايه 8 بالليل. 7:30 الصبح ل 8 يعني 7:30 الصبح بتشتغل باذن الله؟ مش 7:30 بتنزل من بيتك؟ لا لا لا، انا بنزل من البيت الساعه 6. انت فكرتش ان انت بقى الكبير فانت ممكن تبقى تشتغل نص الوقت تشرف من بعيد؟ لا ما ينفعش، دي شركتنا لازم نفضل واقفين فيها لغايه ما نموت فيها. عارف يا عم هشام، ربنا ساترها مع البلد دي ليه؟ ليه؟ باللي زيك. ربنا يخليك. تسلم يا رب، ربنا يديك الصحة والعافية. شكرا. تحياتي ليه. النهارده حضراتكم منتدبين لتقفيل العربيات الخاصه بسكك الحديد اللي هي المكيفه، عربيات السكه الحديد. تماما. بس ده يخلي الناس تسال، مهندسين انتاج طيران جايين يقفلوا عربيات السكه الحديد، احنا بنقفلها بنفس المستوى؟ هو طبعا ده تكامل بيننا وبين مصانع الهيئه. ايوه. سواء صنعنا طيارات او صنعنا سكك حديد هي بنفس المستوى. أيوه. نفس الجوده. ايوه. فاحنا هنا جايين منتدبين عشان نساعد مصنع سماف في تشطيب الداخلي للعربيه السماف في مصنع سماف. اوكي. باشمهندس، العربيه ممكن حضرتك تشرح للناس؟ احنا كنا دلوقتي في الورشه الثانيه وشفنا ازاي انها بتبقى على الصاج على الحديد نفسه، وبعد الحديد بتبتدي انها يتعمل لها عمليه عزل. تمام. فاحنا بعد العزل دي المرحله الثانيه. تمام. ايه اللي بيحصل هنا علشان يشوفوا الكراسي، علشان يشوفوا الازاز، عشان التكييف؟ تمام. بعد ما خلصنا موضوع العزل الجانبي وعزل الارضيه، بخش بعد كده في حامل الكابلات. في عندنا نوعين من حامل الكابلات. أيوه. حامل الكابلات خاص بالتكييف وحامل الكابلات خاص بالاناره. ايوه. ده بالتوازي مع جسر اناره، شغال في جسر اناره والسقف الوسط. بعد كده في عندي بركب شبابيك، سواء شبابيك الزجاج الخارجيه او شبابيك الفايبر الداخليه. اوكي. في نفس الوقت بعد ما اخلص الشبابيك الداخليه والخارجيه، في عندي اللزق الفينيل على الارض الخاص بالارضيه. ايوه. الفينيل اللي هو المشمع اللي بيتلزق على ارض العربيه القطر. بالظبط كده. بعد ما اخلص موضوع الفينيل ببدا بقى عمليه تركيب الكراسي. ايوه. دي فتحات التكييف يا فندم اللي بتبقى تحت دي فتحات التكييف اللي هي خاصه بالتكييف. ايوه. وفي جنب التكييف في عندي الدفايات. يعني تكييف وعندي دفايات، الدفايات بتستخدم طبعا في الشتاء، والتكييف طبعا بيستخدم في الصيف. باشمهندس، العربيه هنا بتخرج من تحت ايد حضرتك اللي هي بشكلها النهائي. تمام. يعني ستايرها متركبه، كراسيها متركبه، تكييف، كهرباء، بارات اناره، مظبوط كده؟ كل ده اندر كنترول. يعني تفتيش معايا خطوه بخطوه، سواء تفتيش بتاع سماف او تفتيش بتاع السكه الحديد. ايوه. بحيث لو في اي مشاكل اثناء التجميع بيقول لي في ملاحظات، دي الملاحظات بلاشيها اول باول. يعني قبل ما تقفل نهائي التفتيش معاك تفتيش معايا كل خطوه، كل خطوه، بحيث لو في اي مشكله بحلها اول باول، سواء كابلات كهرباء، سواء توصيل كتكييف، ما بنتظرش اما اخلص خالص وبعدين يجي في مشكله ابدا احل فتفك من اول وجديد. بالظبط كده. ففي كل خطوه فيها تفتيش. تفتيش. تاخد معاك العربيه تقريبا قد ايه يا باشمهندس؟ العربيه بتاخد معايا حوالي 10 ايام. 10 ايام تشطيب نهائي. تشطيب نهائي بعد ما تيجي لحضرتك من ورشه اللي هو العزل. العزل بالظبط. اوكي. وكل العمال وكل اللي احنا شايفينه من ادوات ومن وسائل هي كلها مصريه؟ كلها مصريه 100%. والواحد بيعتز ان فعلا الاجزاء اللي هي بتصنع داخل الهيئه لا تقل على المنتج الاجنبي بامانه. انت بقالك قد ايه في الهيئه يا باشمهندس؟ انا بقالي 30 سنه في الهيئه. 30 سنه؟ يعني حضرتك متعين تقريبا سنه 83. 83. حضرتك اتخرجت اشتغلت هنا؟ اشتغلت في الهيئه على طول في مصنع طيارات. حضرتك خريج ايه؟ انا خريج هندسه. انهي جامعه؟ هندسه جامعه حلوان. جامعه حلوان. اه. فكرت تشتغل في شركه ثانيه بالخبره دي؟ لا، يعني بصراحه الهيئه ما يعني ما اخرجتش عن اي حاجه، سواء تامين صحي، سواء مواصلات، انتقال.
فكان ليها ميزات كتير. انا بشكر حضرتك يا باشمهندس وربنا يديك الصحه والعافيه ويخلي يا رب العمال كل العمال المحضر. متشكرين يا رجاله، ربنا يديكم الصحه يا رب. من عربية سكة حديد لعربية مترو لازم تتفرج وتقول يعني تسلم من إيد الشغالة، تسلم من إيد العرقانة، تسلم من إيد المصرة على إنها تنتج كل يوم وتقول إن مصر قادرة على إنها ترجع أمجاد التصنيع. من عربية السكة الحديد لعربية المترو تكلفة القطر الواحد من ده 100 مليون جنيه. 100 مليون جنيه المهندس عبد الرحمن بيحكي لنا عليها ويقول لك حافظ على حاجة بلادك، مصر قادرة تصنع، مصر موجودة بيك، مصر انت مساهم فيها الحقيقة، مش بس بانك انت تشتغل، لا انك تحافظ على اللي بتنتجه. هنكمل ونشوف الحقيقة مش بس عربيات ازاي شكلها النهائي، لكن اكيد هنروح الورش عشان نعرف البداية بتكون ازاي. كل مسمار كل عامل بيحطه له قيمة وله معنى. تحياتي. باشمهندس عبد الرحمن، احنا دلوقتي في عربية المترو. أيوة. اللي بتتسلم، اللي حضرتك كنت تحكي لنا عليها هناك في عربية القطر. تمام. اوكي. ده شيء مختلف عن اللي الناس تعودت عليه في الخط الاول. ايوه. هو حضرتك احنا حاليا دلوقتي بنقف هنا، ده القطار الاخير من اجمالي 20 قطار. دول 20 قطار مش 20 مكيف. عربية. 20 قطار مكيف. هو القطار بيبقى 9 عربيات. عباره عن 3 وحدات، كل واحد 3 عربيات كلهم مكيفين. طبعا احنا هنا النظام مفيش الكراسي بتاعه السكه الحديد. أيوة. هي الكراسي الدك اللي موجوده، ودي بتسمح طبعا بعدد مقاعد اكتر وبتسمح بوف اكتر مكيف. طبعا القطار ده مختلف، كل اللي في الخطوط مترو الانفاق بالكامل، يمكن اللي دخل مكيف هو بس الخط الثالث المرحله الثانيه اللي هو مصر الجديده، اللي هو من العباسيه، من العتبه العباسيه. أيوة. وده كان انتاج خارجي، ومن العباسيه لمصر الجديده كان انتاج مصري. انتاج مصنع سماف لأربع تصنيع بالكامل. اللي هم 7 قطارات. دي تاني قطار مكيف يتعمل في الفتره دي، الفتره اللي احنا بنقول عليها 2015 و2016. العقد ده هو 20 قطار. الشريك اللي شغال معانا بيصنع في نفس الوقت اللي بنصنع فيه، صنع حوالي نصف الكميه تقريبا، حوالي 11 قطار، واحنا صنعنا 9 قطارات. ده القطار الاخير. القطار ده بالنسبه لنا هو التاسع، وبالنسبه للعقد كله هو القطار رقم 20. اوكي. القطار ده ان شاء الله هو هيتحرك الاسبوع الجاي، هيتحدد يوم وربنا يكرم كده ان شاء الله ويخش الخدمة. وان شاء الله. خليني اقول للناس اللي هم مش شايفينه، القطار مكيف، القطار خط سير العربيه موجود بمحطات بتتلون بالكامل. بالكامل يعني هنا من حلوان للمرج الجديده. تمام. فهو الخط كله متنور هو باضاءات علشان يحدد مساره هو وصل لفين دلوقتي. واثناء الرحله طبعا بيبقى في ندى داخلي اللي هو سمعناه من شويه دلوقتي، اللي هو موجود، وبيبقى في سكرين بيتكتب عليها نفس المحطه. سواء اللي بيقرا او سواء اللي بيسمع بيعرف هو فين والمحطه الجايه اللي كانت موجوده ايه واللي هينزل فيها ايه. عارف يا باشمهندس، الحقيقه وانا مع حضرتك وشايفه المستوى ده افتكرت المترو اللي بنركبه واحنا في دول اوروبا او في تركيا. لما كنا في تركيا. بس احنا محتاجين حاجه تانية الحقيقه جنب الاداء اللي احنا شايفينه ده، محتاجين ثقافه المواطن اللي يبقى عارف وهو راكب عربيه زي دي هو مدفوع فيها قد ايه علشان يحافظ عليها ازاي. اللي هو المستخدم طبعا هو لازم يعرف ان دي زي بيته، زي شقته. طول ما هو نظيف الشقه بتاعته نظيفه هيبقى بيته نظيف. هو نفس المكان دي ملكه. فلازم هو اللي يحافظ عليها. لو حط ان دي ملكه وبتاعته لازم يحافظ عليها كويس وهتستمر معاه. والله دي رساله لكل الامهات والابهات والطلبه والشباب اللي شايفيننا، ان دوره مش بس انه يحافظ عليها، ان دورهم كمان ان هم يوعوا الناس اللي حواليهم باهميتها وانه مدفوع فيها فلوس كتير. تكلفه عربيه زي دي يا باشمهندس تقريبا قد ايه؟ هو العقد كله بتاع ال 20 قطار في حدود 2.3 مليار جنيه. طبعا بيكلف كتير طبعا القطار طبعاً. يعني القطار متوسط، القطار لوحده بيوصل حوالي تقريبا، حاولنا نتكلم في حوالي 100 مليون جنيه. التسع عربيات القطار. 9 عربيات طبعا، مبلغ مش بسيط، والدوله بتصرفه كتير. لازم الاستخدام يبقى جيد، بعيدا بقى عن سعر التذكره اللي هو مثار حاليا دلوقتي وكده. احنا بنتكلم في سعر تذكره بجنيه واحد في عربيه مكيفه، في عربيه مكيفه اسرع، في قطار بيدي سرعه عن الطريق البري او طريق الاسفلت، وامن واكثر امانا كمان من الطرق البريه طبعًا. سواء بركب بقى باص، بكتب ميكروباص، بركب اي حاجه ثانيه، ده امن وافضل، ويا ريت تحافظ على نظافته وأسرع في نفس الوقت واسرع. والله هو نظافته وصيانته كمان يعني. اتمنى بقى كمان الرساله الثانيه لهيئه المترو يعني وهيئه السكه الحديد ان هم يحافظوا في الصيانه والنظافه على الوضع ده.
لان الحقيقه برضو احنا لسه ما عندناش ثقافه النظافه اللي هي اللي بنشوفها في القطر. هو لسه ما انا ما انا بفترض بقول برضو انا في بيتي لازم بيتي يبقى نظيف، شقتي تبقى نظيفه، يبقى حافظ على ده، ده كأنه البيت بتاعي. وبعدين انا جوه المترو سواء رايح او جاي دي فتره راحه ليا من ضمن الراحه اللي موجوده. صحيح. فلازم انا واكون مستريح يكون مكان لنا فيه نظيف. لو كل واحد فينا حس ان كل يعني مسمار في البلد ديت ملكه هو وهو اللي دافع فلوسه، هو هيحس قد ايه هو غالي زي ما بيعمل في بيته. يعني بنجدد بيوتنا بكتير بعد كتير ونبقى شايفين ان احنا دفعنا فيها فلوس كتير. انا حضيف حضرتك بس المستوى اللي حضرتك شايفاه التشطيب دون ده عماله مصريه 100% موجوده باطقم كامله، سواء مهني او فني او مهندس او غيره، دي عماله مصريه، مفيش عماله اجنبيه خالص داخله في المنتج ده. مستوى التشطيب الراقي اللي وصلناه دون احنا بنعرض وعشان كده كل الموردين او المصنعين اما بيشوفوا المستوى دون بس زي ما حضرتك قلت كده المستخدم وثقافه المستخدم اما بيخرج بقى يركبه بره في الطريق العام بقى بيشوف هو خرج شكله ايه. صحيح. والصيانه والتشغيل اخبارهم ايه معاه. صحيح. اشكر حضرتك، شكرا جزيلا، شرفتونا الحقيقه. كل واحد فينا بعد حديث المهندس عبد الرحمن رئيس مجلس اداره شركه سيماف تبع الهيئه العربيه للتصنيع لازم افهم كويس قوي دوره ايه، وان الحاجه هنا غاليه قوي، هو دافع فيها ومصر كلها دافعه فيها، وما عندناش فلوس الحقيقه ان احنا كل شويه نعمل تاني. وعي ولادك وحافظ على حاجه بلادك، علشان ده الاهم، علشان ده اللي هيحميها ويخليها تعيش. وجودنا في قادر وسيماف بيقول حاجة واحدة، مصر مش هتطلع غير بالتشغيل، مصر مش هتتقدم غير بالإنتاج. يا رب نسمع أصوات المواتير في كل حتة في مصر، يا رب نشوف كل إيدين شغالة وكل جبين عرقان بيشتغل في كل حتة في مصر. في الفلاحين لازم نشتغل، في المصانع لازم نشتغل، علشان في النهاية استقلال القرار وحريته مش هيجي غير وإحنا بننتج ونحط هنا صنع في مصر. محتاجين ده علشان نفضل دايما نقول تحيا مصر، صنع في مصر، تحيا بلادي حرة مستقلة بولادها الطيبين. تحياتي.